أيضا في مادة الضحك يقول النبي في سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان خامس خمسة في الإسلام، الحياء العطاء، الوحيد في الدنيا كلها الذي تزوج من ابنتي نبي، الوحيد في الدنيا كلها الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عثمان الجنة ضاحكا لأنه كان يضحكني. طيب، حديثنا عن الضحك والابتسامة في العيد ومناسبة العيد علشان ندخل البهجة إلى نفوسنا، ندخل البهجة في بيوتنا، ندخل البهجة في مجتمعاتنا وفي كل أوساطنا. عندنا التبسم في القرآن وفي السنة له أنواع. هناك تبسم المعجب وتبسم التعجب،